السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة رجاء التعليمية. النهاردة إن شاء الله معانا تيست على متنوع كده علشان تقييمات الصف الثاني الابتدائي. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 1 ماتش A with B، طبعا سل العمود الـ A بالصورة B. تيث طبعا أنا لو هشوفها طبعا دي كده، سادارن اللي هو الكوكب ده، ملك اللي هو اللبن، تيدي بير اللي هو ده كده، شارك اللي هو القرش كده اهو. وكده نكون خلصنا السؤال الاول. لوك اند سيركل، هننظر وهنعمل علامه دايره. شارك ولا فراغ؟ فراغ اللي هو الضفدع. جراما ولا جرامبا؟ جراما. ران ولا سكيب؟ سكيب. كرات ولا تنس؟ شوف بعد كده السؤال. انا سكرامبل اند رايد، اول واحده يلو يلو، تاني واحده ماوث يعني فهم، ودي كلوك، ودي اوفن. طبعا دي جملة او كلمة من الستوري اللي عليهم. read and take yes، هنبص على الصورة ونبص على الجملتين اللي تحتها. she wears a t-shirt، she wears glasses، طبعا she wears glasses. it's 5:30، it's 10:30، it's 5:30. it's a bird ولا it's a snack؟ it's a bird. it's healthy، it's unhealthy، it's a... choose the right answer. she is my grandma ولا grandpa؟ طبعا she هتيجي مع grandma. I can run with my طبعا legs. I hear with my ears. أميرة don't ولا doesn't watch TV at طبعا doesn't. do ولا does she like fries. it's طبعا 8:30. 8:30. It's 8:30. طيب he is an engineer. he is an engineer لأنها الوظيفة الوحيدة اللي مقررة عليهم بتاخد an. نيجي بعد كده I don't have a watch. watch يعني ساعة. she is thirsty. ثيرستي اللي هي عطشانة. طيب نكمل. write the missing letters، طبعا دي children ch، ودي tennis، وfries اللي هي البطاطس المحمرة، وgrandpa، وgreen اللي هو اللون الأخضر. وكده نكون خلصنا التست.